حابه اسالك عن موضوع الانشطه الترفيهيه اللي حكيت عنها، خاصه لما نكون نحن مسافرين كعائله. اوكي طيب، احنا على الكروز دايما بتلاقي اولا كعائله اللي بيهم العوائل اللي هم كاطفال عاوزين انشطه اللي هي تسليهم طول مده رحلتهم. طبعا احنا في كل جميع انواع الكروز العالميه في نادي الاطفال خاص بالاطفال لجميع الاعمار، دوت بيكون موجود، بيكون مجانا دوت على جميع الكروزات. في انشطه تانية هتلاقي في العاب مائيه موجوده، في حمامات سباحه، في اللي هو التزحلق على الامواج موجود، في بعض الكروزات عليها لعبه الجاذبيه، في لعبه تصادم السيارات برضو موجوده. فهي تعتبر مدينه متكامله من جميع الانشطه الترفيهيه. بالاضافه لكده فيها عروض مسرحيه يوميا بتتم على الكروز، ده كله مشمول معهم. والفكره انه مش بالضروره انت بكل محطه ترسو فيها هاي السفينه انت تنزل وتتفرج، ممكن تضلك على السفينه وانت مستمتع وسعيد جدا. طبعا وأديكي حاجه جميله كويسه كمان، اللي هو معاهم اطفال طبعا بيقدروا يسيبوا اطفالهم في النادي على الكروز. كنت حابه اسال وفي رعاية للأطفال، في رعاية كاملة ليهم.